خفيف غنائي داخل فرح شعبي بتتفرج على الفيلم، قاطع تذكرة مثلا ب 20 جنيه، تدخل تتفرج على فرح فيه غنى ورقص وضحك. بس ادي الفيلم. بالنسبه للمقال الموجودين انت غيرت كتير كتير والله، عندي كتير، عندي مي سليم، وعندي كريم محمود عبد العزيز، وعندي دينا، وعندي سعد صغير، وعندي محمود الليسي، وعندي بوسي، وعندي مروه عبد المنعم، وعندي مارا عصام، وعندي بدريه طلبه. بالنسبه لكريم، بالنسبه لكريم كان اول شغل ليه مع حضرتك ولا كان ليه دعوه ثانيه؟ كريم عمل معايا ساعة ونص، وعمل معايا حصل فيلم، عمل معايا فيلمين قبل كده، فيلم ساعة ونص، وعمل معايا فيلم اسمه حصل فيلم. مبارك لك على الفيلم. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ان شاء الله بتوفيق. ربنا يخليك. هو الفيلم يعني كلنا ابطال فيه، مي سليم وسعد وسعد الصغير وبوسي وبدريه وكل كده عشان محمد. لا خالص، ده حصل خير، انا عايز ان هو بيدور على